تحية في غاية الإخضرار. وبعد في الحوار التالي مع السيد محمد كرم سوف يكشف لنا، وهو المدير الكبير في شركة عالمية مرموقة، سوف يكشف لنا الطريقة السحرية التي إذا ما لجأنا إليها خفضنا قمامتنا المنزلية بنسبة الثلث. تخفيض هائل، لكن طبعا هذا سيكون على حساب شيء آخر، سيكون على حساب إثقال شبكة الصرف الصحي، لكن أنا أحب أن أتركه هو يحكي لكم الحكاية. في شركة إمرسون في عندنا قسم الأبليانسز أو المنتجات المنزلية، في عندنا الحل InSinkErator. في أربع طرق لمعالجة النفايات. أول طريقة وأسهل طريقة اللي هي اللاندفيلد أو الدفن. المخلفات أو النفايات بتتجمع من المنازل المكاتب، والدولة بتخصص مكان سواء كان منجم أو أرض منخفضة بتحصل فيها عملية الدفن. عملية الدفن تعمل بطريقة منظمة وسليمة، ما يحصلش منها مشاكل، بس لو حصل فيها انبعاثات أو طلع منها السوائل أو روائح بتبقى مشكلة للدولة وللفرد. تاني طريقة الانسينريشن أو الحرق أو المعالجة الحرارية. الدول اللي بيبقى ما عندهاش أراضي شاسعة أو أماكن إنها ممكن تحط فيها طريقة الدفن أو تستخدم طريقة الدفن زي اليابان، بتحرق الويست وبتحاول تولد منه طاقة. تالت طريقة الكومبوستنج أو السماد أو التسميد. دي ممكن معظمنا في المناطق الريفية يعرف مع التسميد، اللي بنجمع المخلفات أو الويست في كومة أو أكوام، بنحط معاها كل النباتات الجافة والبذور الغير مستعملة، وبنعملها عملية رش كل أسبوع وعملية تقليب مرة في الشهر، وخلال 9 ل 12 شهر بتتحول إلى سماد عضوي. ده من اغنى الاسمدة. طبعا بيضاف له بذور عشان يزود النيتروجين والاملاح للتربه. رابع طريقه، ودي الطريقه اللي احنا شركتنا مهتمه بيها وقامت بوضع حلول ليها، في اللي هي الديسبوزنج او التخلص. هو عباره عن جهاز بتكف اي حوض، سواء حوض المنزل في المكتب او في الاماكن الصناعيه كالفنادق، مصانع، مستشفيات. الجهاز اللي احنا بنجيبه تحت الحوض هو بيعمل عمليه طحن، بيطحن جميع انواع الفود او المواد الغذائيه، الفضلات طبعا، بيطحنها ويحولها لجزيئات صغيره جدا بتمشي في المجاري او في شبكه الصرف الصحي لغايه ما توصل لمحطه المعالجه. وهناك في طريقتين تتعالج، بيبقى في الدايجستور او المعالج الحراري او المفاعل الحراري. المفاعل الحراري ده بيحول المخلفات الطعام اما لسماد عضوي بايو فرتلايزر او لغاز اللي احنا ممكن نولد منه كهرباء. يعني في محطه في مدينه مووكي في ويسكونسون، في ولايه ويسكونسون يوز، قدرت انها تشغل المحطه من الغاز او من الغاز العضوي الانتج لها كهرباء لتشغل المحطه نفسها. هل هذه التقنيات مستخدمه في الغرب؟ حاليا في تقريبا 6 مدن في العالم قدروا يولدوا او يستخدموا استخدام فعلي اللي هو ويست تو انرجي، يعني من المخلفات قدروا يولدوا طاقه ويستخدموها فعليا. أوضح مثال منهم اللي هي الموكي اللي هي في ولاية ويسكونسون في ميدويست في أمريكا. أنا كنت أقصد استخدام طاحن النفايات. إحنا عندنا طبعا موجود في يعني في أمريكا في حوالي 55% من المنازل فيها طاحن النفايات أو مخلص النفايات. في حوالي 7% في المملكة المتحدة. نيوزيلندا في حوالي 37% من المنازل فيها الطاحن.
احنا ابتدينا في يعني في مشاريع مهمه ابتدينا فيها مؤخرا خلال السنتين اللي فاتوا، في اكزيت ريم في ابو ظبي، مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه في الرياض في المملكه العربيه السعوديه، في قطر المدينه التعليميه المؤسسة قطر فاونديشن، وفي مشاريع كتير كمان شغالين عليه. الفكره ان الويس او المخلص يخليك تخلص من ثلاث حاجات. في طريقه الدفن او اللاند فيل حضرتك لازم تجمع الزباله وتنقلها وتستخدم عوادم السيارات. تاني حاجه انه بتحتاج مكان ترانزيت، يعني المخلفات تفضل فيه الوقت وبعد كده تنقلها مره تانية، غالبا بيسمى جاربت شوت او غرفه النفايات في كل وطبعا دي لوحدها يعني بتولد كميه من البكتيريا وبتبقى منطقه خصبه انها والروائح. وطبعا فالمخلص او الديسبوزر بيسهل علينا، بيوفر علينا عمليه النقل لان احنا بنستخدم الشبكه العامه، شبكه الصرف الصحي العامه. تاني حاجه بيزود الهايجين في البيت نفسه او في المنطقه السكنيه، لان في معظم او في بعض المناطق بيحطوا اللي هو صناديق القمامة بكميات، وما بتزيد بل حضرتك بتشوف الشكل بتاعها ما بيبقاش لا الشكل ولا ريحه بتبقى محببه. تالت حاجه احنا بنقدر نستخدم نفس الويست دوت اللي احنا نحوله لانرجي او لصمام عضوي، فتبقى دوره الحياه لو تحول اسماد حضرتك اكلت تفاحه وحطيتها في المخلص او اللي هو الديسبوزر هتطحن، هتروح للشبكه العامه هيعالجوها، لا اما في المفاعل الحراري او عمليه المعالجه الثانيه هتتحول لسماد عضوي نقدر نطلع منها تفاحه ثانيه وتبدا الدوره من اول وجديد. لكن هل هذا النظام مكلف؟ وهل ينبغي تركيبه اثناء بناء الوحدات السكنيه، البرج السكني، ام انه يمكن ان يركب في اي وقت؟ حضرتك المخلص زيه زي المايكرويف، زيه زي مكنه القهوه، زيه زي اي ابليانسز، اي ادوات منزليه حضرتك ممكن تستخدمه او تركبه في اي وقت. هو كل المطلوب انه يكون في مخرج للصرف، واكيد اي مطبخ فيه مخرج للصرف، ويكون موصل بالكهرباء. طيب هل يؤثر استخدام تلك الطواحن على نطاق واسع، هل يؤثر على شبكه الصرف الصحي؟ ده سؤال مهم. و الطاحن حسب احنا عملنا دراسات في حوالي 46 مدينه، الطاحن بيزود لو خدنا اسره من اربع افراد وحضرتك كل المدينه بالكامل حاطط الطاحن او الديسبوزر في المطبخ هيزود اللود او الحمل على شبكه الصرف من 25 ل 30%. او بالظبط اكن حضرتك رحت الحمام مره زياده واستخدمت الحمام مره زياده، لان هي نفس مخلفات الانسان في الحمامات هي نفس بتوح على نفس الصرف او البلمبنج كود شبكه الصرف نفسها. فتخيل حضرتك ان رحت مره زياده الحمام. هل وجدتم استجابات في العالم العربي وانتم تسعون لتسويق هذا المنتج؟ احنا كل الشركات او الاستشاريين او المقاولين اللي تعاملنا معاهم يعني كلهم يرحبوا بالفكره. بالعكس في منهم قال ان يعني قال انها وفرت عليه. انا حد حضرتك مثال في احد الفنادق في اماره ابو ظبي كان عنده مشكله ان هو مش قادر يبقى عنده غرفه نفايات بالحجم اللي طالبها منه البلديه. بما ان احنا وفرنا قللنا الحجم الويست بتاعه حوالي 85%، فهو قدر يعمل غرفه النفايات حوالي اقل من نصها. المهم كم دفع؟ لا يعني السيستم كله تقريبا كان $25,000 بالارقام. انا اثبتت له ان هو خلال 9 شهور هيرجع ال $25,000، وبعد 9 شهور هيبقى السيستم ده بروفيت سنتر. النصيحة الخضراء خضر حياتك. النصيحة الخضراء هذه المرة تعتمد على رقم واحد، $2,275 سنويا. هذه هي قيمة ما تهدره كل أسرة أمريكية مكونة في المتوسط من 4 أفراد
من مواد غذائية. الأمريكيون يهدرون نصف ما يشترونه من المواد الغذائية تقريبا، إن لم يكن أكثر قليلا. كل هذا الهدر من المواد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية لو أنه جمع لما أصبح هناك جائع واحد على ظهر كوكب الأرض. وطبعا هؤلاء الجياع في الصومال مثلا ولا في بنغلاديش لما يضربها فيضان، هؤلاء الجياع هينبسطوا جدا لما يعرفوا نوع المواد الغذائية التي يهدرها الأمريكان. الأمريكان بيهدروا مواد غذائية فاخرة من الفئة الأولى، مواد غذائية فيها أجبان أنا لا أستطيع نطق أسمائها، أنواع من اللحوم وأنواع من الفواكه ما وردتش على عربي قبل كده، يأكلون بعضا منها بمنتهى الرقة والرقي ثم يلقون بالباقي في القمامة. يا سلام لو بقية الطبق ده راحت لواحد صومالي جعان، مش كانوا الأمريكان يكسبوا ثواب؟ نصيحتي لكم مشاهدي الكرام، إياكم أن تقتدوا بالأمريكان في هذا الهدر المريع، الهدر الذي يمثل إهانة لكل جياع العالم. اشتروا بقدر حاجتكم للاستهلاك، بقدر ما تتسع معداتكم فقط لا أكثر. لا تكونوا بالله عليكم كأهل أمريكا. خضر الله أيامكم وأعمالكم وقلوبكم.